أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا مهتدون بل قالوا إنا وجدنا وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وكذلك ما أرسل
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا قَالَ مُتْرَفُوهَا أهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء
رسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم.